بالعلم وحده تسمو الأمم، وبالتطور العلمي نضمن الغد المشرق لسوريا. فرغم حربها بقي بصمات الإبداع كانت حاضرة بكل مجالات من مجالات الحياة. سلمى ضيفنا الأول لليوم شخصية نذرت نفسها وقتها للارتقاء بكلية الصيدلة لتكون مميزة على كافة الأصعدة والشخصية الأكثر تأثيرا في مجال الصيدلة لعام 2017 بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة الأدوية السورية أب تو ديت. الدكتور الصيدلاني عبد الحكيم نتوف، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية وألف مبروك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم يا رب، والله يبارك فيكم يا رب، والسنة خير ان شاء الله على البلد الحبيب يسعد اسماعيل. الله صباحك يخليك. دكتور عبد الحكيم. بداية، يعني حضرتك شخصية صيدلانية الأولى والأكثر تأثير لعام 2017 من مواقع التواصل الاجتماعي، شو شعورك وشو رأيكم بهاي المواقع اللي أعطت هاي النتيجة بحضرتك؟ طبعا قبل البدء بالنتيجة والتي كانت مفاجئة بالنسبة إلي، طبعا كلمة بسيطة وعابرة حول ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي فهي سلاح ذو حدين كما نعلم، يمكن أن تكون مفيدة ويمكن أن تكون غير مفيدة. طبعا استغلالنا لهذه الوسائل بهذه الطرق الإيجابية هو الذي أوصلنا إلى هذه النتائج. النتيجة لا تعني لي بالنسبة لي أنا كشخصي الوحيد، إنما تعني إلى الصيادلة جميعا، تدم هذه النتيجة على أن هناك تواصل وهناك أيضا ما يسمى بالمؤتمرات التي كانت تعقد، بالإضافة على أن الصيادلة في سوريا هم ذو طاقة وهم ذو حيوية وهم بنشاط مستمر، وهذا ما توصل إليه من هذه النتيجة. لا يعني نجاحي أنا بقدر ما يعني نجاح الصيادلة ونجاح مهنة الصيدلة في السبيل الإنساني اللي نصبوا إليه. وهذا اللي عم نحكي عنه دكتور، إنجاز لحضرتك للصيادلة السوريين في ظل الحرب كمان. صحيح. يعني هذا إنجاز مهم على الصعيد الشخصي والمهني والحياتي. صحيح. إذا فينا نقول، وهذا ما يثبت على أن الصيادلة في سوريا هم أحياء ولا يمكن لأي شيء أن يميت هذه المهنة، بالرغم من المآسي وبالرغم من الصعوبات وبالرغم من الظروف التي تمر فيها بلدنا الحبيب سوريا. هذا يدل على أن مهنة الصيدلة استمرت وستنمو نحو وستتطور إن شاء الله نحو المفيد. أكيد. طيب دكتور، خلينا نحكي أكثر عن نشاط حضرتك ضمن كلية الصيدلة، ونحكي شوي من خلال قراءة بانورامية. يعني عم نشوف في كثير بجامعة دمشق وكلية الصيدلة تحديدا مؤتمرات، ندوات، ورشات عمل، شو هو سر هذا النشاط؟ طبعا بالنسبة لنا من المعروف على أن مهنة الصيدلة هي المهنة الإنسانية، والصيدلة بالنسبة لنا هي عبارة عن بوتقة، هذه البوتقة تصب فيها كافة العلوم الأخرى، العلوم الطبية والعلوم الإنسانية وإلى آخره. طبعا كلية الصيدلة كانت تسير في طريق معين، عندما استلمنا هذه المنصب وهذه الناحية الإدارية كان من المفروض أن نستمر فيه ونعمل نحو تطوير هذه المهنة من خلال المؤتمرات، تأكيدا على أن كلية الصيدلة في جامعة دمشق تماشي وتتعامل مع التطورات العلمية خطوة بخطوة ويدا بيد. تم عقد مؤتمرات في العام الماضي وفي العام ما قبل الماضي حول التطوير الصيدلاني والأشكال الصيدلانية، وكان هناك بصمة مميزة جدا لطلاب كلية الصيدلة بما أنجزوه من أشكال صيدلانية، وتم عرضه أيضا في المعارض المختلفة. كان هناك أيضا ما يسمى بربط الجامعة في المجتمع من خلال ربط مهنة كلية الصيدلة بالمجتمع، ما يسمى ببوابات العبور نحو المخدرات، وتم هذا بالتعاون ليس فقط ما بين كلية الصيدلة وقطاعات الصيدلة، إنما مع وزارات مختلفة كوزارة الداخلية شاركت في هذه المؤتمرات، وزارة الدفاع شاركت في هذه المؤتمرات، مكافحة المخدرات، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، هيئات دولية شاركت في هذا المؤتمر كمنظمة اليونيسكو للبيان حول أخطاء هذه المتعاطيات التي الحمد لله مجتمعنا كما بينت الدراسات الإحصائية خالية منها. وتطرق الموضوع أيضا إلى ما يسمى بالمخدرات الحديثة جدا كالمخدرات السمعية والمخدرات البصرية. هناك أيضا ما يسمى بالنظرة المستقبلية بالنسبة لنا، وهنا سندخل بالتفصيل نوعا ما. فمن المعروف على أن مهنة الصيدلة مهنة البراءة، مهنة الاختراعات التي يمكن أن تحصل. سنعقد إن شاء الله ما يسمى بورشات عمل بالتعاون مع
هيئات دولية وهيئات عالمية، وبالتعاون مع معرض باسل للاختراع والإبداع اللي ما يسمى بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية لحماية الملكية الفردية. فكثير جدا من الصيادلة السوريين لديهم براءات اختراع، لماذا لا تسجل هذه البراءات باسمهم؟ هي نقطة كثير مهمة دكتور، يعني طبعا بالفترة الأخيرة من خلال معرض الباسل في كثير من الإنجازات قام فيها العديد من الدكاترة السوريين بنفتخر فيهم. الحماية يعني جدا مهمة ورعاية هدول الدكاترة وإنجازاتهم. بالضبط، وهذا ما سنسعى إليه من خلال ورشة العمل التي ستحضرها هيئات دولية وهيئات عالمية، وسيما أن كلية الصيدلة هي جزء أيضا من منح مثل هذه البراءات. فيمكن يستند إلى الآراء بعض الزملاء في هذا الموضوع، لماذا لا نعطي الصيدلي السوري ما يقوم به من حقه في تسجيل البراءات، براءات الاختراع مهما كانت طبيعة براءات الاختراع. ثم أيضا هناك ما يسمى بتطوير الأشكال الصيدلانية الحديثة جدا والأشكال الصيدلانية العادية التقليدية، هذه بالنسبة لنا أصبحت نوعا ما يعني شيء طبيعي، لكن الأشكال الحديثة جدا. وهناك أيضا مؤتمر ستشارك فيه كثير جدا من الشركات الدوائية العربية كافة بكافة الدول العربية، وسيعقد هذا أيضا في رحاب كلية الصيدلة بجامعة دمشق للمشاركة نحو التطوير الصيدلاني، وكيف يمكن للصيدلاني السوري بما يملك من مهارات وقدرات وذكاء أيضا أن يتماشى مع مثل هذه المعطيات. هذه من الناحية العملية. أيضا من الناحية التدريسية وتماشيا مع ما يصار إلى تطويره حول المناهج التعليمية بالجامعات المتطورة عالميا جدا، الحمد لله أننا نتماشى معهم خطوة بخطوة من خلال ما أطلقنا عليه اسم التعليم المستمر. وطبعا كان لنا أن نفتخر بزملاء عادوا من دول متطورة نوعا ما وأطلعونا على كافة الدراسات التي تمت لديهم وآخر المناهج التي تتبع لديهم. أيضا من خلال ربط الجامعة بالمجتمع لدينا هناك فكرة نحو تشكيل ما يسمى بلجان تعود إلى صيدلة المجتمع، كيف يمكن للصيدلي أن يتعامل مع المريض، كيف يمكن بأسلوبه العلمي الصحيح بحيث أن المريض مهما كانت الظروف التي يمر بها يستطيع أن يحصل على الدواء بالشكل المناسب وفقا إلى أسس علمية منهجية. سنقوم نحن بإطلاع زملاء الصيادلة في هذا المجال، والموضوع إذن سيرتبط ما بين كافة شرائح الصيادلة في سوريا، من صيادلة يمارسون هذه المهنة ومن الطلاب الذين طبعا يخضعون إلى الناحية التعليمية. نعم. وهناك أيضا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي طلب ملح جدا من الزملاء حول ما يسمى بالصيدلة السريرية، يعني كثير جدا من الدول العربية المحيطة بنا والدول العالمية أطلقت مجال الصيدلة السريرية، وهو من المناهج طبعا المتطورة جدا في هذا المجال، يصرون على أن نبدأ باتخاذ مثل هذه الخطوات. خلينا بس نعرف الناس شو بتقصد فيه بالصيدلة السريرية. طبعا من المعروف عالميا على أن هناك كادر طبي كامل يدخل إلى مريض معين بمشفى معين، يصار إلى التشخيص الدقيق للحالة المرضية، ومن ثم سيبدأ بوضع الخطة العلاجية الصحيحة هو الصيدلي السريري المختص وليس الزملاء الأطباء. فالمادة الدوائية من قام بتصنيعها هم الصيادلة، من قام بدراسة سميتها هم الصيادلة، من قام بدراسة فاعليتها هم الصيادلة، من قام بدراسة التداخلات الدوائية فيها وفقا للشركات العالمية هم الصيادلة، من اطلع على السايد افكت او الادفيرس رياكشنز لها التأثيرات الجانبية لها ايضا هم الصيادلة. فهم تماما ما بنهي دور الطبيب، انما مكمل لدور الطبيب طبعا لانه باعتبار هو منا بالتشخيص وبالحاله. تماما، يعني وضع ما يسمى بالدوزج ريجيم او النظام العلاجي، ما هي الجرعه التي تعطى، ما هي الفواصل الزمنيه، اذا كان مريضي الذي يشكو من الحاله المرضيه يشكو من حالات اخرى معينه ما كفشل كبد، فشل كلوي، فشل الى اخره، ماذا افعل بالجرعات الدوائيه؟ هذا ما يصار الى التعامل معه بشكل اساسي، ومن ثم نطلع الاطباء الزملاء الاطباء نحو هذه النتائج التي سنتوصل اليها. وهناك ايضا في هذا المجال ما يسمى بالفارم دي، ونتوجه بالشكر الجزيل إذا وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف ومعاونة وزير التعليم العالي الدكتورة سحر الفهم التي ستؤيد هذه الفكرة ودعمتنا فيها وسنبدأ فيها خطوة بخطوة. أكيد، تحية لهم ولكل الجهود الكبيرة اللي عم يقوموا فيها. دكتور خلينا نحكي بالإضافة للنشاطات العلمية اللي عم تقوموا فيها، في نشاطات اجتماعية تقام لأول مرة في جامعتنا، شو هي هي النشاطات وشو الفكرة والهدف الأساسي منها؟
طبعا رجعتيني تقريبا حاليا شي شهرين من الزمن، عندما كنا بزيارة لدولة مصر الشقيقة. كنا طبعا بفعالية علمية بصفتني الأمين العام لاتحاد كليات الصيدلة في الوطن العربي. هناك اجتماع سنوي يتم للأمناء العامين. طبعا الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ابتدأ هذا الموضوع بالتركيز على الطلاب، فالطلاب بالنسبة لنا للجامعات هم العماد وهم مصدر نجاح الكليات أو عدم نجاح مثل هذه الكليات، فالتركيز على مستوى الطلاب. طبعا خلال لقائي المستمر مع الطلاب، تقريبا أنا في عندي بالشهر شي مرتين أو ثلاث مرات اجتماع مع لجان من كافة السنوات الدراسية عنا، يتبين أن هناك مواهب راقية بما تعنيه الكلمة من معنى عند الطلاب، وهم الذين أصروا على أن يبدوا هذه الفعالية، سيما وأنهم في حالة امتحانات وفي حالة ضغط الدراسي وإلى آخره. فتم التعامل مع الطلاب في هذا المجال. الموضوع أصبح متعلق بمهارات بعملية الرسم، يعني أنا فوجئت فيها مهارات بالنسبة لهم أبدعوها في مجال الشعر، أبدعوها أيضا في مجال الكوميديا التي كانت رائعة جدا في مثل هذه الفعاليات. طبعا هذا التعاون أو التواصل الاجتماعي أيضا من الطرق المتبعة حاليا في الجامعات العالمية كجامعة ستانفورد مثلا. لا، يجب أن تتعامل مع الطالب، وإذا كان لديه الطالب مواهب معينة ما، فإعطاء الطالب الثقة بنفسه وإبراز هذه المواهب سيضفي هذا الموضوع وتنعكس ظلالها على ما يسمى بالمنهج الذي اتخذه، وهو المنهج الصيدلاني. وهنا أيضا أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئاسة جامعة دمشق التي مباشرة ممثلة بالدكتور مار أبائيبي، الذي أعطى مباشرة المباشرات والموافقات، وإلى فرع جامعة دمشق حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أيضا أيد، طالما أن هناك فيما يسمى دفع وإعطاء الثقة للطالب بنفسه بالضبط. يعني لما يكون في نشاطات أخرى اجتماعية ثقافية فنية للطلاب، بيصير في عندك نفس جديد على الشغل، نوع من التحدي، نوع من الإبداع بطريقة أخرى. يعني مو الإبداع العلمي، في إبداعات أخرى يقوم فيها في النشاطات العلمية. بالضبط، وهذا ما دفع أيضا بعض الكليات المطالبة أيضا بإجراء مثل هذه النشاطات لديهم. حتى أن قسم من طلاب لا ينتمون إلى كلية الصيدلة، من كليات أخرى طلبوا المشاركة، فأهلهم بسلم وشاركوا وخرجوا وهم فرحين تمام بهذه النتائج. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن انعكاس هذا الشيء على طريقة التعليم عند الطلاب، وكيف لمستوا فرق بين اللي شاركوا واللي لسه ممكن تشاركون بهيك فعاليات؟ طبعا مثل ما حكينا على أن المشكلة الأساسية بالنسبة للطالب، يعني للأسف اللي شعرت فيها أنا، هي عدم الثقة بالنفس. يعني أول شيء ضمن الظروف اللي عم نعيشها هلأ، يعني في ظروف اجتماعية اقتصادية حياتية في ظل الحرب صعبة، فبتحس في تنفيس للطلاب للضغط وللضغط النفسي الموجود لديه، حتى الضغط الدراسي الموجود. يعني من المعروف من حيث علم النفس أيضا أن الإنسان إن استمر بتلقي محاضرات، وهذا ما ننبه الطلاب لديه، أن محاضرتي مثلا أنا ساعتين، أنا ما بعطي ساعتين، أنا بعطي ساعة وربع، لأني أعرف أن الطالب وصل إلى مستوى معين ما. فهذا الضغط وهذا الضغط وهذا، كان هذا الموضوع بالنسبة لنا من خلال اللقاء مع الطلاب وإجراء مثل هذه الفعاليات. طبعا هذه الفعاليات ليست جديدة بالنسبة لنا، هي كانت في القرن الماضي في السبعينيات، كان ما يسمى بحفلات التعارف التي كانت تتم على مدرجات جامعة دمشق، والتي نفتخر بالانتماء إليها. ومن هنا أتت أهمية وهال جامعة دمشق، والتي طبعا كثير جدا من الزملاء العرب يفتخرون بتخريجهم من جامعة دمشق. أيضا هذا ما كان يحدث حتى في الجامعات الأوروبية، في كل عام كان هناك كحفل تعارف ما بين كافة الطلاب الموجودين بكافة السنوات مع كافة الزملاء الدكاترة الموجودين كانوا في تلك اللحظة، ومن ثم يبدي كل طالب ما لديه من مواهب. والأجمل من ذلك أن هناك أيضا دفع لهذه المواهب في هذا المجال، بالإضافة إلى المهنة التي اختارها وهي مهنة الصيدلة. يعني دكتور، نحن بدنا نتشكر وجود حضرتك معنا كثير، شكرا على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله يا رب هيك دائما الصيدله ببلدنا دائما نحو الابداع والتقدم. وشو بتحب هيك توجه بالختام كلمه لكل الطلاب والزملاء؟ طبعا شكرا لكم، بس في شغله اساسيه ايضا، اننا نفتخر باننا صيادله سوريين، والشيء الجميل جدا اننا حتى الان على تواصل مع من الطلاب ممن تخرج ودون ما ان يحصل على دراسات عليا، ومنهم من حصل على الدراسات العليا.
نفاجأ بالحرف الواحد أن كثير جدا من الجامعات الأوروبية يندهشون، أنتم بالرغم من الظروف الصعبة وبالرغم من ما تعرضتم له لديكم هذه الإمكانيات. أعلم لي 4 زملاء تقدموا إلى فحص البورد الأمريكي وكانوا من الأوائل على فحص البورد الأمريكي في السنوات الماضية. طبعا بالنسبة لنا سنة 2018 ابتدأت إن شاء الله ستكون سنة سلام، سنة محبة، سنة أمان، سنة تسامح، سيما أن الشعب السوري معروف عنه بتسامحه. طبعا بهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة الزميلات والزملاء الصيادلة، كافة الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة دمشق كلية الصيدلة، ونتوجه بالشكر الأخص حصرا بالنسبة لنا إلى الجيش العربي السوري وما يقوم به من بطولات ومن إبداعات وعلى رأسه سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. وأيضا نتمنى وسنعمل إن شاء الله حبا لسوريا وإخلاصا لها أن نستمر بتطوير مهنة الصيدلة وأن تكتب كلمة سوريا على الشمس التي لا تغيب إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور عبد الحكيم نتوف، نتشكرك على وجودك معنا. طول ما أنت سوري فأنت قادر على الإنجاز رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيش فيها والحرب اللي عم تعيش فيها سوريا، إلا أنه أثبت السوري جدارته في جميع المحافل العالمية والدولية. شكرا كثير لك. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، وأفتخر بأني سوري. أكيد. شكرا كثير لكم. ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.